كان تاجر ومر له على رجل، هالرجل عنده بعير منوخه وشاري من راعي محل اغراض مواد غذائيه، ويوم ربط البعير جاء راعي المحل يبي 50 ريال قيمه الاغراض، قال بجيبها لك على دور الحول لين ابيع الغنم اللي عندي. قال يوم ربطتها جيت تقول لي هالكلام هذا؟ والله ما اتحمل ولا اثور هالبعير لين تعطيني الفلوس. قال يا ابن الحلال عيالي فلبر وظروفي صعبه، قال ما انت متحرك لين تعطيني. مر محمد الحميداني فضل الله، وش عندكم؟ قال الرجال هذا حمل اغراضه وربطها ولا عنده فلوس. مو صحيح الكلام، يمكن لو قال لي اول اتساهل معه، بس يحطني قدام الامر الواقع. قال كم حقه؟ قال 50. قال هذه 50. ذا راعي المحل رجع هذا العنزي قال والله ما يثور بعيري لين تعلمني من انت. قال يا رجال انا من اهل الله. قال والله انت علمني من انت، كسبتني بمعروف. قال فلان الفلان الحميدان. قال قل امين. قال الله يوسعها عليك وبيض وجهك يفرج لك. الله اكبر. هذا راح وهذا راح، مرت سنين انكسر محمد الحميداني بحفر الباطن. وذاكر له امير الجوف الله يجزاه خير، خوي له راح له في الجوف، استاجر له بيت وسكن عنده. قال لعل الله يرزقني بغير المكان. راح عند امير الجوف ولقى عنده ضيوف ولهم قالطين على ذبيحه، وهذا ضاري محمد الحميداني ضاري على عزم الرجاجيل وعلى كرمهم. اسلم. قال عشاكم ولا غداكم؟ سديري احنا بنعشي ضيوفك. قال ترى هذا محمد الحميداني تاجر من تجار حفر الباطن، جو سكن عندنا في الجوف، خابره انه تاجر ما يدري انه منكسر. قال والله يقوي بعد بكره. هو قم يا نايم ورجع بيرجع لاهله ولا بيشته يسحب الشجر اللي في البر كله من الهم والغم ما مع قيمته. وصل البيت للمرأة في ظلال البيت زوجته، شوف المرأة شلون تنفع الرجال. وش فيك يا محمد؟ الوجه اللي رحت فيه مو بالوجه اللي جيت فيه. قال والله هاللي صار وهاللي صار. قالت الكريم معان وبيرزقك ربي ولا تخاف، والله ما يضيعك ربي يا بنت الحلال. قال ان شاء الله. 10 دقائق نص ساعه هم يتقهون ولا هاك الونيت جاي وفيه مدي ماء جنبهم راح يعبي اللديتر من الماء راعي الجمس هذا. قالت راح اساله انسان جلاب غنم يسلفنا خروفين نذبح على ضيوفنا بكره. اكبر. راح مو مصدق. سلام عليكم السلام، انت الغنم هذه وش فيها؟ جلاب غنم، انا راعي البيت هذا بشتري منك خروفين. قال والله يا اخوي هذه مهيب لنا، هذه أمانة حاطها عندنا واحد أبوي متسلف له من رجال 50 ريال ومنميها في حفر الباطن، وتوفي أبوي وكاتب في الوصية دوروا محمد الحميداني وعطوه هي، والحين حنا 14 طلي قاعد أدور محمد الحميداني في الجوفة بيعطيه هي. والله يا أخوك كانت تدل علمني عليه. قال أبوك من هو؟ قال فلان فلان العنزي. قال راعي الدكان اللي قال منت من أنت؟ قال أنا محمد الحميداني. قال وين بيتك؟ قال هذا. قال افتح افتح الباب افتح الباب، وينزل 14 خروف. يا سلام. يقول واخذ منها 5 وابيعها في السوق واشتري ارزاق وخروفين اذبحها لضيفاني. شوف المراه شلون طمنت زوجها، وشوف الرجال شلون توكل على الله وعزم وكرمه ربي. صحيح. فما تدري متى ربي يرد لك وقفاتك مع الرجال. هو يومه يبذل ما التفت الباتر. يبي على ما قال عبد الله. هذه قصه مشهوره.